أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والزمان جديب، وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى، ولكن وجه الكريم خصيب. كيف لا وهي البصرة التي عرفت بكرمها وطيب أهلها المضياف، حيث تستعد لاستقبال أخا وجارا ألا وهو المنتخب السعودي الذي سوف يحط الرحال في أرض البصرة لملاقاة المنتخب العراقي في ملعب جذع النخلة. هذه المباراة يتأمل العراق فيها رفع الحظر عن الملاعب العراقية، كون الاتحاد السعودي يعتبر ركيزة أساسية في الاتحاد العربي والدولي. تعرف مباراة ليس راح نقيمها فنيا، لكن بقدر ما نقيمها هو المنتخب السعودي أول مرة يدخل في سبيل رفع الحظر. صدقني من البصرة راح يكون رفع الحظر من المنتخب السعودي، لأن المنتخب السعودي له تأثير على الوطن العربي وعلى آسيا. أعتقد أنه الاتحاد هيئة لجنة تنظيمية عليا لإدارة هذه المباراة، راح تتولى الأدوار اللي مقسمة لها بالشكل يضمن نجاح هذه المباراة. أعتقد أنه كل شخص عارف دوره وعارف واجباته، وأنا أعتقد أنه النجاح راح يكون حليف الاتحاد في تنظيم هذه المباراة كما نجح في المباراة السابقة. أما المنتخب العراقي فقد أكمل تدريباته واستعداداته لملاقاة المنتخب السعودي من خلال وحدات تدريبية مكثفة، ولا توجد حسب تصريحات الفنيين أي إصابات تمنع اللاعبين من المشاركة في هذا الكرنفال. اليوم المباراة التدريب الأساسي أو الوحدة التدريبية الأساسية قبل المباراة، الحمد لله أن اللاعبين كلهم متأهلين، ما عندنا مصابات أي لاعب. وغدا صباحا سوف يحضر 6 لاعبين، 3 من القوة الجوية والزوراء إن شاء الله غدا صباحا الساعة 10. جماهيرنا حقيقة نعول عليها بشكل كبير جدا في أن تكون هي السند الحقيقي. وتعود آخر مباراة للمنتخب السعودي على أرض العراق إلى عام 1979 عندما شارك في بطولة كأس الخليج التي استضافتها بغداد. هذه المباراة قد تفتح شهية المنتخبات والدول الأخرى لزيارة العراق ومساندة ملفه المطالب برفع الحظر الكلي عن ملاعبه. غيث محمد، قناة رشيد الفضائية.